السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في حصة جديدة، دائما في إطار استعداد للامتحان الجهوي السلك الإعدادي الفئة المستهدفة ثالثة إعدادي. سأترك الامتحان النموذجي لنيل شهادة السلك الإعدادي حتى تتمكنوا من قراءته قراءة متأنية، وبعدها نقوم بتصحيح هذا الامتحان ليساعدكم على الاستعداد للامتحان الجهوي. تلامذتي، أنا فخورة بكم وجد سعيدة بطموحكم ورغبتكم في النجاح، وفقكم الله. أرجو الضغط على الفيديو حتى تتمكنوا من قراءته أو نسخه إن شئتم، لتحافظوا عليه كنموذج من نماذج الامتحانات الجهوية لنيل شهادة السلك الإعدادي مادة اللغة العربية. لننتقل إلى الأجوبة، لاحظ عنوان النص وحدد مجاله. يلاحظ على أن النص من خلال العنوان والأزمة السكانية أنه مجال ديالو سكاني. حدد علاقة عنوان النص ببداية الفقرة الأولى. الفقرة، علاقة العنوان بالفقرة الأولى هي علاقة توافق. لماذا؟ لأن الفقرة الأولى تعتمد على التركيز على الأزمة السكانية في البلدان المتخلفة. إلى قريت الفقرة الأولى مزيان غتلقى أن العلاقة بين العنوان والفقرة الأولى هي علاقة توافق، لأن العنوان كيهضر على الأزمة السكانية والفقرة تهتم بالتركيز على الأزمة السكانية في البلدان المتخلفة. طلب منكم شرح قلة. ما معنى قلة؟ ومعنى يشح. قلة يشح، والعصيبة أي صعبة القاسية. هذه يبقى معنى، قال لك هنا في السؤال اشرح بالمرادف حسب السياق. الشحة هي نادرة قليلة، والعصيبة هي صعبة أو القاسية. بين الصورة المأساوية لحياة الأطفال في الدول المتخلفة كما ورد ذلك في النص. يعني الصورة المأساوية لحياة الأطفال في الدول المتخلفة، نجد أنهم يعيشون ظروف صعبة. يعني انطلاقا من هذه، لو بغيت نعطي الاستشهادات من النص كنقول لننظر في أحوال الطفولة فسوف تتسرب إلى نفوسنا أحزان عميقة حينما نطلع على جوانب التعاسة المختلفة التي يعيشها الأطفال في هذا البلدان. فبئس عدو الطفولة الإهمال، أي أن الوضعية المزرية اللي كيعيشها الطفل في البلد البلدان المتخلفة أو البلدان اللي في طريق النمو هو الإهمال. لش يعني ما تعطاهمش واحد الأهمية نتيجة للظروف الصعبة اللي كيعيشوها الأهالي. وأغلبيتهم كيعاني من سوء التغذية والافتقار إلى مياه الشرب النقية، ناهيك على الأمراض وشح الرعاية الاجتماعية والصحية. هنا المنظمات اللي كتهتم بالطفل اكتشفت أن أكثر من 100 مليون طفل مجبرون على العمل الشاق، وعدد كبير من هؤلاء الأطفال يزاولون أعمال خطيرة كالعمل بالمناجم وأعمال البناء والأوراش الصناعية. إذن هذه هي الصورة المأساوية لحياة الأطفال في الدول المتخلفة. من الألفاظ والعبارات الدالة على مأساة المرأة، حتى قال لك جيب لي حتى ألفاظ الدالة على مأساة المرأة. إذن المرأة في هذه الدول كيتمارس عليها العنف أولا، يعني سواء العنف اللفظي أو العنف الجسدي. يمارسن مهنة شاقة وذات طابع موسمي مؤقت بحال الفريز والطماطم والليمون، مهم انهم كيخدموا في الفلاحه اكثر، ولا تتوفر لهن اي ضمانات صحيه او اجتماعيه.
كما توجد فجوة كبيرة بين أجور الرجال وأجور. المهم أن المرأة في هذه البلدان مثل الخليفة ما كتمتعش بكافة حقوقها مثل العمل والصحة والرعاية. من الألفاظ والعبارات الدالة على مأساة الأطفال هي التعاسة، الإهمال، سوء التغذية، الافتقار إلى مياه الشرب النقية، قلناها الأمراض، شح الرعاية الاجتماعية والصحية. أنتم وليتي ما أنتم تتبغيو الكتبة ماشي مشكل، من حقكم، ها هو كل شيء مكتوب، داكشي اللي قلتوها هو مكتوب. التلميذ يكتب فقرة من 6 أسطر يقترح فيها بعض الحلول الممكنة لتحسين وضعية المرأة والطفل. نقولها غير شفوي وليداتي، نقولها بشوية حتى تتمكنوا من كتابتها. لوحدة دائما نبدأ بمقدمة، واخا هي 6 أسطر بحال إنشاء، وراه هو رأي ولكن وتعطي واحد الاقتراحات، ولكن كتعطيها هي مقدمتها وبالعرض وبالنهاية ديالها. لوحدة في المجتمعات التي هي في طريق النمو أو ما يطلق عليها بالبلدان المتخلفة أن وضعية المرأة وضعية مثرية وتعاني من مجموعة من المشاكل كعدم توفر لها فرص الشغل والعمل للمحافظة على كرامتها، بالإضافة إلى امتهانها لمهن شاقة وإحساسها بالدونية والإقصاء في بعض المجالات أو المجالس كمجالس اتخاذ القرارات، وأن الطفل أيضا هو يعاني من نفس الإهمال والإقصاء، حيث أن أغلبية الأطفال يعانون من سوء التغذية والافتقار إلى مياه الشرب النقية إلى آخره. الحلول التي يمكن أن نقترحها لتحسين وضعية المرأة والطفل هو تشجيع المبادرات الوطنية للتنمية البشرية، كتفعيل النوادي يعني والجمعيات والمقاولات الصغرى، والبحث عن شغل للمرأة لتحس بمكانتها داخل المجتمع على أنها فاعلة ومنتجة، لتحسن وضعيتها الاجتماعية وتكتسب بعملها احترامها لذاتها. العمل أولا، وحتى الصحة، وحتى وجود أو خلق دور لرعاية المرأة النافس، يعني المرأة التي هي في فترة ولادة، إعطاء المرأة ساعات من الراحة، تقليل عدد ساعات العمل إن كانت مرضعة، محاربة الجهل، يجب أن يدخلنا جميع النساء إلى محاربة الأمية أي غير المتعلمات لتخرج من بوتقة الجهل إلى النور، لأن بالقراءة والكتابة تدرك مجموعة من الحقوق التي تتمتع بها، فيتفتح وعيها وتصبح مشاركة في التطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. كذلك أقترح تحسين وضعية الطفل بالاهتمام به كلبنة أساسية لخلق مجتمع متنامي ومتطور، وذلك بمنح جميع حقوقه التي منحت له جميع الهيئات الدولية التي أشارت على أن هناك بعض، ماشي غير، هناك مجموعة من الحقوق الإنسانية التي على البلدان جميعها أن توفرها لهذا الكائن الصغير الذي يعتبر عنصر أساسي في المجتمع، مثل اللعب، الصحة، التعليم، حرية الرأي، حرية التعبير، محاولة اكتشاف أو تشجيع قدراته ومهاراته بمسابقات وألعاب وفرص، تمنح للطفل فرص الابتكار والاختراع واحترامه لداخل أسرته أو في المدرسة، حتى نتمكن من نسج بنية نفسية للطفل سليمة سوية قادرة على
قادر على العطاء وعلى تقديم كل ما قدم لها من طرق ووسائل تربوية، لأن فاقد الشيء لا يعطي. كيف ننتظر من طفل أن يكون ناجحا إذ لم نسعى إلى تأسيس أرضية أو دوافع نجاحه؟ يمثل من النص بعض الإحصائيات وأساليب التوكيد، ويذكر وظيفتها الإقناع المصداقية. حسن، نلخص مضمون النص في فقرة مركزة، نقرأ القطعة باش نلخصه. واحد الملاحظة، أنا إذا بغيت نلخص شيء، أي حاجة تعطات لي نقوم بعملية تلخيص، نستخرج الأفكار، نستخرج الفكرة العامة، يعني الأزمة السكانية عند البلدان المتخلفة. بما أن النص هو عبارة عن فقرات، نحدد الفقرات، نقسم في الوسخ، هذا الشيء ماشي في التلخيص، في الوسخ نقسم النص إلى فقرات، اللي كان الفقرة الأولى الثانية الثالثة الأولى، وغيكون حتى 6 فقرات، وكل فقرة خرج منها الفكرة الجزئية، الأفكار الثانوية. هذه الأفكار الثانوية نجمعها ونخدم لها أدوات والأساليب، إن وهكذا ويبدو وإنني أرى وألاحظ والكاتب، وقد نخدم هاد التوشيات خلاوة وماليها باش يكون عندي واحد الأسلوب سليم المصحح، نقنعو بأنني قدرت نلخص هاد القطعة بلغة سليمة فصيحة خالية من الأخطاء مع ترتيب الأفكار وتسلسلها. إذا نحن أمعنا النظر في ملامح الصورة الراهنة لسكان البلدان المتخلفة، فسوف تتكشف لنا سريعا تلك الظلال القاتمة التي يتم في طياتها النمو السكاني المرتفع. ففي هذه البلاد يوجد على الأقل 800 مليون فرد، أو حوالي 40% من السكان، يعيشون في حالة من الفقر المدقع، ويفتقدون العيشة الإنسانية اللائقة، حيث توجد أعداد هائلة من العاطلين عن العمل، وأفواج ضخمة من النازحين إلى المدن هربا من بؤس أحوال المعيشة في البادية، فيتكدسون في أحزمة الفقر بضواحي المدن. هذه الفقرة كتشير لي أسباب الأزمة السكانية، يعني أسباب التضخم السكاني، الأزمة السكانية، التكاثر، يعني تزايد، يعني هذه أسباب. ما هي الأسباب التي تساعد على خلق أزمة سكانية في منطقة ما عبر العالم؟ وحددها الكاتب في الفقر الذي جاء نتيجة عدم وجود العمل والهجرة، يعني أسباب الأزمة السكانية، يعني أسباب الفقر، أسباب خلق بلد متخلف هو الفقر، والذي يؤدي إلى البطالة والهجرة. يعني كاين من عاملان من أهم العوامل التي تحدث أزمة سكانية، هو الفقر والهجرة. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدل البطالة أعلى بكثير من معدل التوظيف في هذه البلدان، فهناك تخوف من أن يصبح عدد العاطلين عن العمل في هذه البلاد حوالي 1 مليار فرد، علما أن متوسط عمر الإنسان في هذه البلاد لا يزيد عن 50 عاما في أحسن الأحوال، في حين يزيد عدد المتوسط عن 70 عاما في الدول المتقدمة. هنا مقارنة، بدأ هنا الفقرة ربقة غادة، يعني الفقرة الأولى كتنطلق من إذا نحن أمعنا حتى الدول المتقدمة. هناك أسباب حدوث أزمة سكانية، يعني الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الوضع وخلق أزمة سكانية: الفقر والبطالة والهجرة. والكاتب صاحب النص وضع مقارنة في عدد الهرم التسكاني، وضع مقارنة في الهرم التسكاني بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة، وقال لك لأن الدول المتخلفة عندها يافعة، معنى يافعة أن عندها نسبة الشباب كثيرة، بينما الدول المتقدمة هي دول، خصوصا أوروبا، تقول أوروبا
العجوز، لان يعني عندها نسبه الشيوخ اكثر من الشباب، وهذا كيشكل خطر حتى على اوروبا، لان ما كتبقاش اليد العامله، فكيحدث واحد الخلل في الهرم السكاني. وتتضح صورة شقاء الإنسان في هذه البلاد أكثر إذا ما أحطنا بظروف حياة المرأة. فما هي الظروف المأساوية التي تتخبط فيها؟ إن عددا لا يستهان به من النساء يمارسن مهنا شاقة وذات طابع موسمي مؤقت، ولا تتوفر لهن أي ضمانات صحية أو اجتماعية، كما توجد فجوة كبيرة بين أجور الرجال وأجور النساء، إضافة إلى نسبة الأمية بين الإناث أكبر منها بين الرجال. فهذه الفقرة يعني كيتحدث الكاتب على المرأة، والمرأة إحنا كنشوفه على أنها هي أساس، ماشي هي نصف المجتمع، هي المجتمع. المرأة مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المرأة هي كل شيء. المرأة إلا وعيتيها ولا ربيتيها ولا احترمتيها ولا عطيتيها حقوق، غتعطينا أجيال صالحة ناجحة. حرمتيها من كل هذه الأشياء وقهرتيها، فالمجتمع كيرجع للور وما كيزيدش لقدام. والكاتب يشير إلى التناقض واللا ديمقراطية، ما كاينش العدالة، ما كايناش في الكفاءة في الأجر، يعني كنميزوا ما بين المرأة والرجل، وهذا كيخلق واحد الضغينة بالنسبة للمرأة، ما كتشوفش راسها أنها حتى هي عندها واحد القيمة وعندها واحد المكانة في المجتمع. كيبان لها دائما أن الذكر هو واخد واحد الحصة كبيرة من الاهتمام وهي مهمشة. هذا كيخلق واحد الفجوة في العلاقة بين الرجل والمرأة في بناء مجتمع كي تقولها متطور ومتنامي. الحقوق يجب أن تكون متساوية، العدالة يجب أن تكون متساوية بين المرأة والرجل. النظرة، حتى النظرة إلى المرأة يجب أن تكون نظرة عادلة وديمقراطية ومنصفة. المرأة يجب أن ينظر إليها أنها كيان، كيان محترم، يجب أن نحترمه ونقدره ونصلح ونمد يد المساعدة إليه حتى يتجاوز كل المشاكل التي يتخبط فيها. المرأة هي الحياة، هي إكسير الحياة. وإذا تركنا أحوال البالغين لننظر في أحوال الطفولة، فسوف تتسرب إلى نفوسنا أحزان عميقة حينما نطلع على جوانب التعاسة المختلفة التي يعيشها الأطفال في هذه البلدان. فبئس عدو الطفولة الإهمال، حيث إن أغلبيتهم تعاني من سوء التغذية والافتقار إلى مياه الشرب النقية، ناهيك عن الأمراض والشح الرعاية الاجتماعية والصحية. وأكثر من ذلك، أشار مكتب العمل الدولي إلى أنه يوجد حوالي 100 مليون طفل مجبرون على العمل الشاقي، وعدد كبير من هؤلاء الأطفال يزاولون أعمالا خطرة كالعمل بالمناجم وأعمال البناء والأوراش الصناعية في غياب أي احتياطات صحية أو اجتماعية. هذا وإن الصورة تزداد قثامة إذا علمنا أن بعض الآباء في الدول الفقيرة بآسيا كثيرا ما يضطرون إلى بيع أطفالهم في الأوقات العصيبة التي يحل فيها الجفاف والجوع. دابا نديرو التلخيص بما أن قريناه. يتحدث الكاتب في نص الأزمة السكانية عن أسباب حدوث أزمة سكانية في البلدان المتخلفة، فحصرها في مجموعة من العوامل أهم: الفقر والبطالة والهجرة وعدم احترام المرأة ومنح جميع كافة الحقوق مثل العمل والضمانات الصحية والاجتماعية وتساويها مع الرجل في الأجر. كما أشار النص الكاتب إلى وضعية الطفولة المزرية والتي تعاني من الإهمال والإقصاء من سوء تغذية وافتقار وشح في الرعاية الاجتماعية أيضا والصحية، وأن هناك مجموعة من الأطفال مجبرون على العمل الشاق، وأحيانا يضطر الآباء لبيع أطفالهم. درس لغوي يضبط المترشح في نوع السؤال. الدرس اللغوي: اشكل الكلمات التي تحتها خط في النص بعد نقلها إلى ورقة تحريرك. عندنا
بأن يصبح عدد العاطلين في هذه البلاد أكثر، فبئس عدو الطفولة في غياب أي احتياطات. استخرج من النص جملة تتضمن أسلوب الاستفهام وأخرى تشتمل على أسلوب الدمي. أسلوب الاستفهام هي: ما هي الظروف المأساوية التي تتخبط فيها؟ أسلوب الدم: فبئس عدو الطفولة الإهمال. سؤال: ركب ثلاثة جمل تشتمل على ممنوع من الصرف في حالة الجر مع الشكل، وذلك وفق الحالات الآتية: علم على وزن الفعل، اسم مختوم بألف التأنية الممدودة، صيغة منتهى الجموع. يعني هنايا يمكن لي نقول مثلا علم على وزن الفعل، كيف سبق واحد الامتحان هو الشيخ أحمد الشاعر، دابا أحمد على وزن الفعل حمودة. اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة، اسم مختوم بألف الممدودة، شيماء فتاة مهذبة، صيغة منتهى الجموع، أعمل لكي أحصل على دراهم كثيرة. املأ الجدول الآتي بعد نقله جملة النداء: يا أطفال العالم، يعني هنا يا أداة النداء المنادى أطفال، مضاف نوعه، حكم النصب. اعرب: نحن الأطفال نتطلع إلى الأفضل. نحن ضمير منفصل في محل رفع المبتدأ، ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع المبتدأ. نحن كما قلت ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع المبتدأ. الأطفال مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نتطلع فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، إلى حرف جر الأفضل اسم مجرور. مكون التعبير والإنشاء: كل إنسان يحتفظ بذكريات عن طفولته وشبابه. اكتب سيرة ذاتية وسجل فيها أهم الأحداث والتجارب السارة والحزينة التي عشتها في طفولتك، مسترشدا بما درسته في مهارة التدريب على كتابة السيرة الذاتية. المهم في هذا الإنشاء حسب الارتباط بالموضوع: توظيف التقنيات والعناصر المرتبطة بمهارة كتابة السيرة الذاتية، سلامة اللغة وعلامة الترقيم، ومقروئية الكتابة ونظافة الورقة. هنخصص حصة وليداتي خاصة غير الإنشاء هاد المرة، عندي لكم شي 7 إنشاءات ولا 8 إن شاء الله.